السلام عليكم. بخيرين، لاباس عليكم. انا دابا في بني ملال، هنايا كتشوفوا القصر. المهم انا من دابا كما قلت لكم راني قررت بانني غادي ندوي معكم بالعربيه، لان الجميع تقريبا ديال المتتبعين ديالي كيهضروا بالعربيه. قلت اللهم نهضر معكم حتى انا بالدارجه. ايوا دابا يلا وصلنا لعين سردون، غادي ندوركم شي شويه معايا البنات. هذه هي الطريق اللي كتطلع للقصر، ولكن انا اليوم ان شاء الله غادي نخا غير في هذه الجهه هذه اللي فيها الماء، حيت كاين الصهد بزاف وما فيها من طلع حتى للفوق. اللي جا لعين سردون كاين هنايا نقاشات موجودات ينقشوا لكم. ها هو المثل هابط. هانتوما كما كتسمعوا كيعيطوا ليا باش نجي نحني. هنا